حملت قصائده مخزونا شعريا مكثفا، وقد كان لنقاء الصحراء أثر عظيم في سعة مداركه. علي بن محمد القصيلي المنصوري ولد عام 1935 في منطقة بينونة في أبوظبي. رعى الإبل في صغره وشبابه، واهتم بزراعة النخيل في منطقة ليوة التي ألهمت شاعريته مبكراً، وخاض غمار البحر على ظهر سفن الغوص أعواماً وأعوام. ترجمت قصائده حب الخير وتقديم العون وغيرها من القيم والعادات العربية الأصيلة المتوارثة. كان للجنة التحكيم زيارة لهذا الشاعر القدير في منزله، والجلوس معه والاستقاء من مسيرته الحافلة في الشعر والعمل والثقافة، ليكون درساً ملهماً لأجيالنا القادمة في العطاء الممتد الذي لا ينضب. خالي خبرنا عن ذكريات شيخ زايد في غيابه. ومع الأهل مخلص قصيدة. الوالد عارض قصيدة الشيخ زايد، رد عليه قصيدة الشيخ زايد، يعني نوم بانت مزونة يسقي الظفرة ويرويها. يقول مرحبا بالقاف وفنونه عد الأرض ومن مشافيها والحرم واللي يطوفونه من ينوب ومن شماليها بالزعيم اللي يدارونه حاكم الديرة وراعيها يعلوالي العرش في عونه وكل طلبه له يلبيها خص بالخيرات بينونه والقرايا اللي حواليها شيخ ساس المجد. وصل الخبر الزايد قالوا له القصيلي رد على قصيدته قال خلوه يجي. هذه الصورة طبعا صورة ابونا زايد رحمة الله عليه في غياثي، الصورة هذه سنة تقريبا 75-76، وهذه صورة الوالد الشاعر علي بن محمد القصيلي المنصوري. احنا نتشرف بوجودنا في حضرة الشاعر علي القصيلي، نحن فرحين بوجودنا عنده، ومن أجل أنه شاعر المليون يتواصل مع هذه القمم الشعرية في الساحة الإماراتية أولا. أنا أقول عسى الله يطول عمر الشيوخ يا رب اللي أسسوا هذا البرنامج، برنامج شاعر المليون اللي نحن تحت منظومته، واللي حثونا على مثل هذه الزيارات. للأمانة ما نحن إلا بتوجيهاتهم للتواصل مع الجيل أو الرعيل الأول اللي هم أساتذتنا إن صحة التسمية، وهم مدارس نتتلمذ نحن والشعراء في نسختنا هذه وفي النسخ جميعها. أنا استفدت من هذه الزيارة وتضاف إلى رصيدي الإعلامي بأني في يوم من الأيام جلست مع قامة أدبية وشعرية مؤثرة، وكان أكبر دليل تأثره من حوله. الشاعر علي القصيلي يمثل في دولة الإمارات لنا شاعر عاصر مرحلتين، ما قبل الاتحاد وما بعد الاتحاد، وله قصائد في المرحلتين، قصائد البداوة والحياة اللي عاشوها قبل، وقصائد ما بعد الاتحاد اللي عم فيها الخير بعد ما تولى المقبولة بإذن تعالى الشيخ زايد رئاسة الدولة. أن الله يطول في عمره وعمر عياله وهله وكل شعراء الإمارات اللي قدموا ورفضوا الساحة الشعرية بعطائهم وإنتاجهم الشعري المميز. هذه القصيدة هي من أشهر قصائد الوالد علي بن محمد، الشاعر الوالد علي بن محمد القصيلي، ومطلوب من شعراء المليون أنهم يجارون هذه القصيدة. يقول الشاعر فيها: أنا هاضني قاف سمعته وطارق صوت، وأنا اللي سهم حالي فراق المواليف، ولا همني كود الفريضة علي تفوت، يحول الخلا من دون يال المراهيف، جحت الصواب وبيحت بحياة زهوت، على أهل الجنوب اللي تقر المطافيف بخصني، هو اللي صرت منه بحرف الموت، ولا لا رضي عنده تعين مواظيفي.